مس الخير عليكم وصحة عشاكم. رانا رجعنا لكم كيما عودناكم في برنامج زوجولي. قبل كل شيء نتمنى تكونوا والفتوا بالتوقيت الجديد لحصة زوجوني، وطاقم زوجوني كامل راه يقدم لكم الاعتذار بسبب تغيير التوقيت، وهذا لظروف مهنية. المهم والأهم رانا في خنشلة كيما العادة، وكي نقول لك خنشلة نقول لك قرب يا من جيت قاصد مرسمنا، وهذه خنشلة ترحب بيك. من دي الساعة راك واحد منا، يا مزين دي الدار راها عمرت بيك. إذا كانت عاجباتك جملتنا رانا في مقام أهلك وماليك، وما يعجبش نهار راك توالفنا وما تتوحش ما يضيق الحال عليك. لفتني يوم ام لنا عجبت لها جات خطبته كما رب سما عرفتها على الوالده سما جيست في البيسيكو ومن بعد كتبت مكتوب راح خطبوها لي عطاوني باك دونك كوم دابيتود كاين سسبانس عجبتني مليحه في زوز ملاح ديالهم يتشابهوا ماشي متكلمين تسمى تقعدي في السيسبنس بين هالزوج هذي ثبتة كلمة الأخيرة ربي يصلح إن شاء الله اللي توني الأولين لبس لهم طرباتوني كيما كتتمنى صافي فرحت بزاف الله يبارك روعة 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 قال لو دوزيام بروبليم جوسكا مينتون لي سال كاع ام اوكوبي والله العظيم هذه سي دي سيريو هذه بروبليم تاع لي سال تاع طحنا في اون دات تاع تاع لي فاكونس سي هذا هو لو فري بروبليم باسكو انا جو مي سوي بوزي لا كيستيون واش راهو صاري باش نبداو راني نبداوها ب اماش دو فوتبول على شرف العريس تاعنا في قيس اللي عرضونا تما دي ميزون جون تما مع الشافعي توجور درنا امتي ماتش صغير هكذا وين داروا لنا دي كادو وميم طون داروا لنا شهادات شرفيه اي دي ميداي دونك جوست نشوفوا مع بعضنا لي سكوند هذو على بالي باللي كامل راكم تستناو الجديد وحابين كامل تشوفوا العرس في خنشلة. أول حاجة رح نبداو بيها هي سهرة الراجل، سهرة العريس كيما نقولوا مع الحنة، مع حبابه، مع ناسه، مع أهله، وهي فرحة ما تتعوجش، وهديك الليلة كامل نفرحوا بيها، وهديك الفرحة ما راحش تتعوض.
قبل ما نبداوها وقبل ما نشوفوا السهرة تاع الحنة راح نبداو بالتحضيرات الكبيرة، وهذه التحضيرات وراولنا شطارتهم الرجالة الفحولة بالحفر ونصب الخيام، وبعدها هيئوا الأرضية وكان كلش واجد. ويعطيهم الصحة الكل اللي تجندوا ووفرونا كلش، من بينهم رجال الحماية وعمال البلدية وحتى المسؤولين تاع البلدية، بلدية رميلة، وهما تاني كانوا واقفين معانا في الكبيرة والصغيرة. وهكذا باش ينجح البرنامج تاع زوجوني بيكم انتوما اللي وقفتوا معانا. بداو ديجا يركبوا الكابلاج لي بوتو الكتريك، نصبوا الخيمه، كلش واجد نورمالمون، بقى لو جينغل وندخلوا في لو جوجي. لو جوجي سيتي بالك كوشي سولاي، مانيش راح نهضر عليها بزاف. نبداو بالترتيبات، هز الكوستيم تاعو راح للدار، كان بابا تما زاد كيف كيف، سلم عليه. وجاو عندي كامل ورحنا يعني سما يفوتوا عليا من الحمام، ومن الحمام نكملوا حنايا الكورتاج تاعنا حتى البلاصة اللي ما يعني مشاهد على بالي راح يشوف حاجة شابة بزاف. لاريفي تما تاعنا، ديجا لاريفي تاعنا ما نكذبش عليكم من بعيدة، من بعيد دهشت، باسكو أنا متبع الأحداث بالتليفون بوكو بليس، حضرت في لي بريباراتيف، مي من بعد هذاك ليفينمون هذاك، سيتادير ليكيب تاعنا سي خير والياس، هما اللي كانوا تما من الديبار، من الصباح حتى العشية، الوقت اللي دخلنا فيه، ما شفت من بعيد هكذا دهشت، قلت أو واو، هذا كامل، باسكو فريمون سي إنكرويابل مي فري. الصورة يعني هي تدبر راسها، هي راح تهضر كلش. تما ديجا تما بعد كي وصل تما وجايين ستادير الخيل بون لورغانيزاسيون تي ان بو ديفيسيل، ماهيش حاجه سهله، سي باسكو كنت قاعد هكذاك كنت نتفرج، مشينا واحد 10 متر 20 متر شفت شويه باللي ستادير ما كانش هذاك لو ديريكسيونيل، ستادير حاجه وين راح تفوت في لا تيليفزيون، دونك راح تفوت في التلفزيون لازم الانسان يورغانيزيها، ما يخليهاش كيما راهي هكذا، سيرتو لي زاكس تاعنا لاريير بلون، جو لاترال غوش لاترال دروا. C'était en même temps, c'était un contre-jour, le côté limenhek, c'était un coucher de soleil, presque un coucher de soleil, donc c'était un peu technique.
لا جو برو مدت وين نطيحوا في لو كونتر جور هذاك مدت اون ايماج بالك تيلي سبيكتاتور ثاني يشوفها بالك شويه خير من الاخر باسكو ساعه ساعه نوليو من هيك ولينا لو كونتر جور مع الرغم انه كان ان كونتر جور اللي شافوه شفناه نشوفوه مع بعضنا يكون شباب بزاف مع الفرسان والخيل دونك تحتمت عليا انني ندخل ونهضر معاهم ونقول لهم كاع ديروا ان سيركل على الفيكول تاع العروسه ويجي البارود ويبداو كسايتيك هذاك لو سبيكتاكل تاعهم هذاك تاع البارود داروا ان سبيكتاكل شباب. يمشيو ساعة ساعة ندخلو ستادير لو كوتي ستادير تاع الخيل غير خلصو هما الواحد تاعهم نروحو ديريكتومون للخير وين بداو الفانتازي هذيك وبالواحد مي فريمون شفت واحد حسيتها صح باللي الناس هذوك اللي راكبين الخيل هذوك صح فرسان ما بعد تشوف الكارابيلا هذيك هكذاك والسيف هكذاك بتحكم هكذاك توقف هكذاك وليكيليبر هذاك سي انكرويابل شتا مليح اللقطه بالك درك نشوفها اون سلو موشن ماهيش دوني ا تو الموند يعني فريمون لازم يكون الانسان فارس باتم معنى الكلمه. دوزيام سبيكتاكل هذاك تاع البرديه اللي داروه تما وبدات القصبه ثاني من ديبار ديجا
من الكروسا سيتي فريمون روعه روعه. كلش فات الشباب نو كومنت سما استادير ليماج مع الموسيقى وهي كيف. حاجة تاني اللي الشافعي تاني يقولوا بارك الله فيها يعطي الصحة، راك مام استادير كان بروغرامي ديجا العشاء هضرنا فيه، قلنا نديروا غير طعام كسكسي، الخيمة تنصبت، لو شيف تما، ليكيب اللي كانوا تما، اورغانيزاسيون يعني سيتي سوبر، ماشي ما نقولوش بيان سي لو تيرم جو سوبر اكسيلون كاع، دونك كانت كلش اورغانيزي يعني الجمعية اللي تما ولا الناس اللي وقفوا معنا تما، الشافعي يعني فريمون تبارك الله. ما على باليش ان ميدسان يقدر يورغانيزي كيما هذه، دونك كانت عنده استادير بالك اكسبيريونس في الحوايج كيما هادو، مي كنت انا مكورديني معاه، مي دار حوايج شابين بزاف، سي غراس ا لوي ليفينمون هذا، براسك سي غراس ا لوي. قولوا بارك الله فيه يعطيه الصحه تخليكم على جنب. بعد العشاء كان الزهوة هذيك العريش طاح بالقصبة الله يبارك، بعد جات الحنة مع أصحابه مع بابا، كان جوست أكوتي بابا كان يصور بوكو بليس باسكو يحب يدي لي سوفونير، هذو قال لي نحب نصور بزاف يبقاو عندي ومن طون نشوفهم ولدي من بعد، دونك نخليكم مع الحنة، نخليكم مع استاذ مع الأمبيونس هذي، نتلاقاو إن شاء الله في آخر العرض. محلاها الليلة تاع الحنة، ليلة العريس كي يفرح ويفرحوا بيه والديه وناسه وصحابه، وصح كيما قلت لكم الفرحة هادي والله ما تتعود وتبقاله في ذكرياته. وبعد الحنة تاع الراجل والسهرة نتاعه نكملوا تحضيرات أخرى للعرس، وعلى غير العادة الزبير كان وحده. إيه يا الزبير راك وحدك، ماشي سهلة تدير التحضيرات وحدك، بصح احنا نتاكلوا عليك يا الزبير. مدام صباح لاباس بيان. الزبير راهو وحده وتحتمت عليه هو يروح عند استيستيان صبا بلقيس باش تم يتفق معها على موعد مع العروس. سي جوست برك على العروس برك ابري واش نقدروا نديروا برك وانت تقولي لي. بون الحمد لله هاني تبايج دو بوال ربي ان شاء الله. راح نعاين لها البشره تاعها الاول، نشوف الساعه كش ما عندها مشاكل تاع البشره خارجيه راح نبعثها للطبيب، تحصى للطبيب يشوفها كيما اللي عندها حتى مشكل من ناحيه الفيزاج ولا ما عندهاش ورديه اللي تاثر لها على وجهها ولا تاثر على خدمتنا، راح نبداو لها الخدمه، راح نبدا ننظف لها وجهها ان شاء الله، نبدا نحط لها مقشر، من المقشر نحي لها لي بوانواغ ونحي لها نشوف واش عندها، بعدها نحط ماسك، نحط لها ماسك، من الماسك نشوف ندير لها مودلاج لوجهها تحبش تسترخى شويه من
تسترخي شويه من التعب تاع اللي كانت فيه ورسمو، وبعدها نشوف نحط لها فيتامينات نقفل لها المسام ان شاء الله. ولا جوستمون سي اون اكسيبسيون العرس هذا باسكو جو سوي سول كوتي دا جامي دخلت فيه ان توكا ما بون سوك ما عرفش ندخل فيه سي دائما المنشطه اللي تكون معنا سيت فوا سي يعني وحدي ماشي سهلة راك تشوف يا الزبير شحال نتمرمدو حنايا نسى باش نديرو كاع هادو المواعيد. معليش يا الزبير اصبر شوية هكذا باش تعرفو نسى شحال راهم صابرين. نلحقو نورمالمون بربي ان شاء الله. بربي ان شاء الله. بقات برك رقم بون نخليك الرقم تاعها من بعد شوية نكتبو نخليهولك تتصلي بها وهي ثاني نقول لها بلي دوك تعيط لك. اوكي. وتربطو بيناتكم ان شاء الله. ماشي مشكل مرحبا بها. ربي يسرك. يوم الموالي زبير مازال يوجد ويحضر للعرس. هذه المرة الوجهة كانت وسط المدينة تاع خنشلة باش يروح عند كوسميتيك فيدالوكا، وهذا طبعا باش يوفروا الحوايج كامل اللي يحتاجهم العريس والعروس. هذا كان انا يكون مارف ندير شوبينغ مي شوبينغ تاع النساء وتاع الرجال هذا شوبينغ ترتم مخلطين. السلام عليكم. الله يبارك ما شاء الله. مساء النور. الله يعيشك. مليح الله يبارك. هذا جديد هذا جديد. هذا عنده 5 اون صافي 5 اون. انت تبان قداش شغل هذا وين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جديده بقى لها واحد دون 15 جور ان شاء الله تكون ماغازان جديده بديكور عالمي. الله يبارك لي برودوي اوريجينال. وكان جينا هنايا وكان جينا ليها وما جينا مي معليش بدايه حامسك مش ختامها ميسك. بيان سور بيان سور. فوالا والله ما نعرف حاجه على بالك دونك كوتي كوسميتيك تاع الرجال بالك خير انا وياك. مي تاع النساء جو في كونفيونس باسكو على بالي تخدموا خدمتكم دونك نعطيو لها لي برودوي كوزميتيك بحال نعطيو لها اون غام جو سي با لا غام اللي تمدوا لها والله ما نعرفش نديروا لها اون غام فيها دي برودوي تاع لا دوش يعني الحوايج النظافه المكياج ماكياج دي برودوي دو سوان دي برودوي دي ستيتيك سي سا انت خير نساء وانا خير رجال واش رايك؟ يا بال سي يبدا ها الشيخ من هيك نورمالمون يزيد يعاون شويه ولا تجي معايا انت هاي كيما تحب معايا ولا معاك كيما تحب هيا ارواح معايا خير ارواح مع الضيف خير ارواح مع الضيف خير هيا هو يدبر راسه مو انت توري لي هيا نبدا بامور تاع الرجال هيا راه. وكيما قلت لكم ماشي سهله باش يكون الزبير وحده اتقاسموا المهمه هو ومنير. زبير تكفل بالعريس ومنير كفل طبعا بالعروسه كل واحد واش يقدر يوفر في هذه المنطقة. هيا خلاص هيا احنا خلصنا سي بون. مرحبا بكم عندنا في صحة. كل وقت ماذا بينا ترجعوا كل خطرة ديروا مبادرات كيما هادو. ربي يسرك. دونك هذا هو نورمالمون عند كيما. وبعد الشوبينغ اللي داروا زبير مع منير رغم انهم تقاسموا المهمة بصح ماشي سهلة راهم في بريسيون كبيرة بزاف بزاف بزاف. يعطيكم الصحة يا رجالة هاكا وسلكتوها. مش شوبينغ نورمالمون ديستيناسيون. لا بيس مونتي دونك غير رانا في لي بريباراتيف تاع العرس تاعنا. وبعد الشوبينغ تاع العريس والعروس زبير توجه مباشرة لمحل حلويات باتيسري سويت وورد باش يقدم الطلبية تاع بيس مونتي تاع العريس. وبيان سور كان شمسو في الاستقبال. والله لاباس. تحطك كبير. صغير. كيفك؟ فوالا زوجوني كيقولوا زوجوني يقولوا اون بارتي اون بيس مونتي داكور وحنا باتونا عند شمسو. مرحبا بكم. دونك ما على باليش اسكو عندك واش دين لا توري لي نعت كاتالوج في التليفون عندك وري تشوف لي بيس نوع انواع واشكال فيهم على بالي انا نروح في الديكور هذا ثاني زيتاج هي 5 لواحد زوج ثلاثة أربعة خمسة هذه 4 4 نديروها 4 4 هي 4 ديروها كات مي هادو برك ما تحطهمش ديسان بيض نبدلوا لها ديسان خلاص فوالا دي حاجه سامبل نورمال مي ديزاين يكون وهذوك واش نحطوا حنا ديجا عندك هذيك وحنا عندنا ثاني هذوك تاع لوك خلاص دونك اصبر تشوف تاش العرس نورمالمون راهي خالطه راهي خالطه بو ماستون مازال ما بانش كاع الحكايه السمانه هذه هي لا دا جيستمون لا فكرت باش نوجدوها احنا ديجا مشكل كاين مشكل كبير هنا في لي دات
هي ديجا انا ما كنتش على بالي طحنا في ان ويكاند وطحنا في لي فاكونس تاع نوفمبر ومسكين باري كانت الكوارث باسكو علاه ديجا بين قوسين مانيش راه نهضر عليه مي راه يفهمني اللي دارها وعلى باله واش دار. يبقى مشكل سال دي فات ما زال ما أكدوا لهم الخبر. فريق زوجوني وعلى رأسهم الزوبير كامل راهم مقلقين، لأنه إذا ما تأكدش الخبر تتقلب جميع الموازين. ما تتقلقش يا سي زوبير، كل تعطيلة وفيها خير، راهو جاي الخير. داكور ماشي أنا اللي راح أمشي، ربي سبحانه راح يمشي. داكور ماشي أول مرة أنا تصراني الحكاية هذه. ليسونسيال نهار الخميس العاد. والله كي ديروا في الدار. على ربي سبحانه. داكور فاهمين، أنت ليسونسيال لابياس مونتي تاعك. لابياس مونتي غتكون واجدة. الخميس إن شاء الله واجدة. وبيناتنا التليفون قبل الخميس. ها بيان سور نبقى ولا اتصال. كونتاكت الوقت والبلاصة كي نكملها نجيبها ديريكت. إن شاء الله. داكور. داكور. ربي يحفظك. ربي يهنيك، مرحبا بكم. ربي يهنيكم. سمح. الضغط راه كبير على ليكيب، ومازال ما تحل مشكل سال دي فات. الجو راه مكهرب جدا، بصح هاكا وزبير توجه للسوبيرات باش يقضي لوازم تاع العريس تاعنا. والله الحمد لله. لا سبقوني. صافا صافا والله لاباس. سوبيرات مراح. انا مراح هذيك مراح. صاي سي بون لا ليست عطاوها لك. انا مامون سي بون لا ليست، مرحبا بكم. نسيت والو؟ انا مامون سي بون. صاي جبتوها نبداو فيها ولا كيف ندير؟ نورمالمون لا ليست هي واجده نبداو فيها ان شاء الله. نبداو فيها؟ ربي ان شاء الله كل شيء ان شاء الله. هاي منين نبداو؟ هات انا لا ليست تاعك انت سمي لنا. ها؟ اي تفضل. منين نبداو؟ هاي معنا انت واش؟ هاي دابا. انت الشيخ. روح متهني يا حبيبي خويا. بيستر ماكسيموم 500 بربي ان شاء الله خويا. ان شاء الله بعد الضغوطات واليأس اللي عاشوه ليكيب بسبب عدم تأكيد سال دي فات، يجي اتصال هاتفي يغير كل الحركة ويرجع الابتسامة للفريق ويقول كاين سال دي فات ويطلب من الزبير اللقاء. ماشي قلت لكم كل تأخيرة وفيها خيرة؟ ربي ما في غير الخير. ندخل نشوف بها حابش نهضر حتى نشوف. بون نصال غير جيز بعد دخلنا لقينا ديجا مولا هي السنة فينا دونك كي دخلنا عجبتني هكذا مي كانت اون هيزيتاسيون كيفاش نهضر له اسكو ان شاء الله نلقاوها اسكو ما نلقاوهاش. بقينا هكذاك فيزيتيو فيها و على فا بون تحتمت عليا نهضرها له. ايه وانا حاب ندير ما نكذبش عليك انا حاب ندير بالخميس. بالخميس؟ ايه. الخميس نورمال سيمينار تاع الله اكبر الله اكبر. الله غير مشكل على بالك. الله غير مشكل سي زوبير جيتو في نهار اللي شويه لا قوة الا بالله. شويه الخميس جمعة اوكيبي. جمعة اوكيبي اوكيبي. الجمعة ثانية اوكيبي السبت ثانية اوكيبي. سيمينا راح يكون هنا في الصالة هذه. ايه يكون هنا في الصالة. لا عندنا يصال فوق عندنا يصال. كاين يصال. كاين يصال خذ هذه بعد. مي انا نحاول كيف انا نحاول باش كيفاه ندير عندي ريستورون لتحت نقدر نهبطهم لتحت هما فين ياكلوا لتحت بعد ويديروا نفس الوقت. ويقبلوا ما كانش مشكل. لازم نشاورهم. لازم نحضر معاهم ما نقدرش. يا خويا ايه لازم نشاورهم. لا ندير مزيان لا تقدر رجع لي درك اسكو سي بوسيبل كاين بوسيبل تعيط لهم نقدر نعيط لهم ولا تعيط للجيرونت ولا لا نعيط لهم ليه ونعيط ديريكت اللي حاكم هاي نعيط لهم
السلام عليكم. واش راك عزيز لاباس؟ والله لاباس خويا عايشك الحمد لله. عزيز اخويا والله نحشمك على بالك على البروبليم تاع نهار الخميس يا اخي. نورمالمون عندكم سيمينار هنا بالخميس لهنا. ها والله يا عزيز اخويا سامح لي عندنا واحد البروبليم. واش مشكل يعني راح نديروا جاتنا الحصه هذيك تاع زوجوني تاع النهار باه يديروا عرس لهنا وشو يحبوا لاصال فوقانيه. ها والله سامح لي عزيز خويا كثر لك بزاف. اسكو سي بوسيبل نقدروا نشوفوا كيف تعاونونا انتوما تعاونوا فيها تهبطوا انتوما لتحت الريسون كما العاده. داكور ما كاش مشكل عزيز والله غير سامح لي بزاف والله غير حشمتك والله غير سامح لي ربي يعيشك. داكور عزيز كثر خيرك خويا مرسي بوكو خويا عزيز يعيشك خويا مرسي. خويا نورمالمون قال لك يا با بروبليم. اوكي اوكي يا خويا بارك الله فيك يعطيك الصحة. والله غير انا فشلتوني على بارك الله فيك قلت لي والله غير فشلت. الله يعطيك الصحة انا درك هكذا تحت عمركم وكحبيتوا الميزة. خلاص سي بون نبشروا العريس الحمد لله. دونك لاصال نورمالمون لقيناها الحمد لله. بقات بون نزيدو نخبروا العائلات في زوج هاي فيها خبر مليح ان شاء الله. هضر مع العائله قول لهم بلي نهار الخميس في لاصال ديفات اشبيليا. صلاح الدين الحمد لله يا هاي يهضر مع الحمد لله هضر معهم. ها مي زغرتو كبيره هذه والله كبيره. هاي قول لهم مي زغرتو وي هاي الله يبارك. بعد ما تحل مشكل صال ديفات رجعت الابتسامه لجميع فريق زوجهم وطمنوا لانه تاريخ العرس هو هو اللي كان محدد في البدايه. تحياتنا بارك الله فيك وساعه نزعف انا ما تلومونيش. داكور خويا مرحبا بكم ربي يعيشك وربي يهنيك. شكرا يعطيكم الصحه. التليفون تاع الطفل لهنا يا بابا فوالا درك دونك ان شاء الله ما يصراوش ما يصراوش باسكو ساعه يصراو لنا دي زامبريفيو هكذا كيفسدوا لنا البروغرام. دونك ديسي لا با يبقى 10% من حتى مثالو 90% نورمالمون قال لي سي اوكي. دونك نورمالمون لا سات سي اوكي. بعد ما تحل مشكل صال ديفات رجعت الابتسامه لجميع فريق زوجوني وطمنوا لانه بقى تاريخ العرس هو هو اللي كان محدد في البدايه. تواصلت التحضيرات والعمل وهذه المرة تحضيرات كانت للعروس باش يوجدوا لها فستانها الأبيض. عبيت الفورغون الثمانية تاع الصباح. هيت الشيفور ديمارا نبدل لحقت أنا وجيرون لحقنا على الثناش. ليرو بلونش سيتي وين تقي هو اللي قام بالمهمه هذه. على كل حال اللي جانا من باتنا هو اللي جاب لنا لي روب وقال لك اوتر ديسبوزيسيون. هو جاب 10 مي درت باطات لي مانكان وين تحتمت علينا درنا جوست 5. من بعد العروس تدخل الانستغرام فيسبوك اليان بلونش هذو كانوا تاع شوتينغ برك. احنا عندنا حوايج اخرين نعطيوهم لهم.
كنت نهضر لها على فورم، نقول لها فوالا هذه اللي هي على فورم وعلى لا طاي اون ميم طون، يعني وين هي اللي تخرج فيها خير. ضغط في راسي ماك تعرف بزاف بزاف اختيارات ومن هنايا ونفس الكولار توجور لو سسبانس في لي روب بلونش سي ندخلوا بالوحده سي ومن بعد تحتم علينا نعاودوا كيف كيف نلموهم كاع هكذا يوقفوا اون فاس ليها وهي قاعده وبدات لي ديميناسيون تاعها نعيشوها مع بعضنا سي ان سسبانس مش غير دخت على الكاش بوني كامل لو كان صعب نديهم كل مع بعض مي لا غالب هذا الاختيار لازم نختار فرد وحده فرد وحده لا روب بلونش الاولى ما عجبتنيش ما هيش ستيلي اصلا الثانيه معليش مليحه بصح كاين فيها ما محتاج ما عجبتنيش كانت تشوفيهم سيليكسيونات ديجا على حسب لا طاي وين هي الحاجه اللي تخرج عليها وين اللي ما تخرجش عليها ومن بعد وقعت بين اختيارات تاع لي روب اسكو تكون بلونش ناج ولا تكون بيج ولا الثالثه شغل جاتني شغل دي مودي في مخي كان جاتني دي مودي لا روب الثالثه عجبوها لي روب اللي جايين شويه فيرمي كم تحفظين ابخي عاودت ثاني وقعت في مشكل واحد اخر تاع لا شارج هذيك جايتها بزاف شارجي هذيك جايتها بزاف سامبل صافي هي لقات روحها بين بزاف لي شوا وين ما كل وحده عجبتها فيها حاجه بون بقيت بين الزوج هذا راني حايره ما بيناتهم مي على لا فان لا روب بلونش تاعها ما خيرتهاش من لا كوليكسيون هذيك و او ميم طون في لي كوليس زدنا ورينا لها حوايج واحد اخرين وتاقي مام قال جو سوي بري نبعث لها لي كاتالوج واش تحب هي نبعث لها ستادير مام فتحي بليتو تاقي هضرها مام في لو سونور تاعو فورغون كومبلي من اليان بلونشي وكلت لها جديده تروح عندها وهي تخير مع بيسك هذه حاجه تاع عائله حاجه تاع عائله لازم تكون خواتاتها امها هو قالها نبعث لك بزاف فايت 20 غاب وانت خيري لا غاب اللي عجباتك قال لي بلا حبات لي لي روب بلونش قال لي حتى انا بعثهم لك تيوم في الدار ديجا قدام قطعه
اه بون، هذا هو القرار الصحيح يعني. لو جور جي سي لا في تاعو نبداو بون الحوايج هادو تاع العشاء بوكو بليس نزربو ندخلوهم كانت تنسيق في كل الاتجاهات وين ما لو شاف تاعنا كان كلش عنده قبل الترانش ونص جكروا الوحده كان كلش عنده البداية تاع لو جورجي كانت بون في لاصال إشبيليا عند كمال نقولو بارك الله فيه يعطيه الصحة ديجا بالسيف باه لقينا اون سال سيتي ان بو ديفيسيل باسكو سيتي لي فاكونس كي لقيناها ديجا اون افي ديجا كان عندنا الزهر نقدرو نقولو كان عندنا الزهر باسكو كي شفتو مع بعضنا في الحلقات كاع شفنا واش صرالنا كاع دونك الحمد لله ان لقينا اون سال اون بال سال سورتو انا ما تهمنيش لا سال قد ما يهمني الاستقبال تاع مول لا سال سواء فتحي في الاخر في الغاليه سواء عند كمال هنا في اشبيليا جاست يعني فورميدابل لا صوره العروسه بكره الصباح بون ديستيناسيون ديريكتومون عند لاكوافوز من لاكوافوز حنا جينا بقينا نتبعوا فيها حتى عيطنا في التليفون راه جابها بابا لو كورتاج بون انا بقيت نتبع في من لوتيل المهدي بقيت نتبع تما بالتليفون حتى قالوا لي بلي نورمالمون كلش واجد نخرجوا كورتاج جيت دخلت وصلت لاصال اشبيليا بالك جوه 4:30 ديجا لقيت تما ديجا استادير الزره تاعهم وهنا سي حاجة سبيسيال درك نبدا نشوفوها سي اون فورغونيت ويركبوا فيها هذوك تاع الزرنا كاين نو بارلور وين يمشي في الطريق وتسمع يعني ماشي تسمع تلمينا هكذاك ديستيناسيون الحامة جيست برك الحامة بالك واحد بالك الدخلة تاع الحامة بالك مي با واحد 1 كيلو رحنا ديستيناسيون تما دونك خليكم مع الصور ولو بارلور
لو روتور تاع الكورتاج كام دابيتود دينا نوي ودخلنا نوي وصلنا لصال إشبيليا كان فريمون كانوا بزاف ناس الدخله اللي عجبتني بزاف بقات في راسي وما زالت جوسكا ماتنون سي الدخله تاع العريس مع البرديه اللي داروا سبيكتاكل شباب بزاف الله يبارك ما شاء الله لي كود فو هذوك بارود في خنش لازم البارود والديكوراتور يعني دار لنا دخله شابه وسام بديار يعني تبارك الله بون هي اسمها شفتهم ديجا من قبل مي كانت دخله كنت داري الكاميرا مع ليكرون تاع الحاج المونيتور هذاك حاجة شابة بزاف خليكم تشوفوها خير
معكم السيدة مريم مازار صاحبة محل دار الباي لصناعة الحلويات المأكولات التقليدية. هو العادة تاعنا يعني كيما هادو، جبت له مقروب، جاتو تاع سيترون، جاتو الجوزية، وجاتو سابلي وشوكولا. ربي يهنيهم إن شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله. كانت اون باراليل كانت اون سواري تاع العريس جوست بعد في ليطاج تاع التحت. كان الشاب زهير ديجا بارتيسيبا معنا في يوم البواقي اللي نتحيه على كل حال، نتحي له نقول له بارك الله فيك. وكان سامي البوس بون يعطيهم الصحه في زوج، زعما داروا حاجه شابه. انا كنت تما ديجا، كانت امبيون شابه، لي جون بون تمتعوا على كل حال، كانوا مدايرين لي لايف مع العريس ثاني كيف ثاني زها مع اصحابه. حنا ما حبيناش نديرها له باسكو درناها ديجا من قبل. بون العشاء تاع الرجال سوا العشاء تاع النساء بون سيتي فيت في مام تصديرات ما كانوش بزاف. كل جاز مليح، لا سواري كاع جاز مليح على كل حال. بون في الحلقه هذه كاينه واحد الحاجه بيكسيبس ما كنتش على بالي بها الحقه. سي كي دخلت تما لقيت تما تسمى عامل لهنايا في القاعه تاع ايش بيديا. جات لي وحده قالت لي الزبير كاينه وحده لهنايا جكرو عندها ان بروبليم. قالت لي اي شغل هابت منك تهضر معاك ولا تهضر لك فيها في الموضوع هذا باسكو الحصه تاعك كذا. قلت لها واش هو المشكل؟ قالت لي المشكل انها حابه تدي النداء على يماها بورتي ديسباري من 2012. قلت لها ما عنديش مشكل حاجه كيما هذه، ما كونترير ما تنبيه نديرها لها على حوايج كيما هادو في حصة يتبعها الناس بزاف. أو كونترير الحصة كيتبعها الناس بزاف هنا اللي نورمالمون الإنسان يقدر يأثر ويكون مؤثر ولا يقدر يمد المعلومة وتتنشر بكثرة يعني. قلت لها جيبيها، ما هضرت معي قالت لي عندها البروبليم هذا. قلت لها جيبيها والنداء تاعها راح تشوفوه أنتم وتسمعوه أنتم. رحت في 2002 كي رحت هي زايده في 36 في 2002 زايده في 2002 من 2002 زايده في 36. هي كانت مريضه بالزهايمر صافي، جابوا لها 3 ايام ما شربوا لهاش الدواء نتاعها. احنا ما حناش انا مانيش صافي منها من خنشله، انا من عين البيضاء. يوم ما مش تجيني ساكنين في فكيرينا مش تجيني الخنشله، رجعت من ثم لهم البواقي من ثم ما بانتش. انا درك على واش نحوس، ما على باليش نلقاها حيه بصح على الاقل نلقى قبرها. من 2010 من ثم ما كان حتى خبر، مره يقولوا لنا في بلاصه مره لي وين نروحوا ما نلقاوهاش. ما كانش قلت ما كانش سمعت هي منين كفاه قبل اني قلت قالوا لنا في بسكره، رحت من بسكره الاخر بصح قالوا لي ما كانش. قالوا لي صافي، قال لي صحفي اللي ثم قال لي انا اللي نخرج وندير صافي لا ريبورتاجات هذو، بصح جامي تلاقيت معها وجامي لقيتها المراه دي اللي تهضروا عليها. هي انا حفصاوي بصح هي رغيسي اليمنى. انا هي بنتها الصغيره وخلاتني بصح درك هاك تشوف العمر يعني ماما حتى ولادها خلات زوج توفاو للزوز وراها. انا ولادي درك ربي يباركهم رجال. انا قلت لك ابسط حاجه نلقى قبرها صبير، على الاقل كي نتوحشها نروح لها.
من بعد ما هضرت بون انا فهمت كلش. على كل حال بكيت انا ما نكذبش عليكم باسكو ما هي ميتة ما هي حية. لو دوي كيما نقولوا حنايا مازالت ما درتوش. ثم انسان يرقد وما على بالوش هذاك العبد امك ولا باباك ولا خوك ما باكش ميت ولا حي. ثم تقول نبكي عليه ومن بعد تقول بالك وحي. دونك تبقى يعني ما نكذبش عليك قاستني بزاف البكاتة هذا. La robe blanche, donc la robe blanche. Qui dit la robe blanche, c'est la fin d'émission, la fin de ta halqa ta wilaya, ta zouaj ta wilaya kamla. Normalement, fait mliha, jat chaba, jat farha fi aynihom, jat bahouma aslan bada yhbou badahom. Masha'Allah, qui l'aris, qui l'arosa, fi zouj responsable, même l'arosa, yani, dire la nadra, ni shahada lillaha, c'est. عمرها 18 سنه مي صدقوني يا صدقوني والله العمر هذا والله متاحه يعني امراه يعني باتم معنى الكلمه يعني كي نهضر معها في التليفون تقول امراه في عمرها 40 سنه ولا كيفاش رزينه وكيفاش ما شاء الله يعني تبارك الله. هذا هو دونك الحلقه تاعنا خلصت. ناس خنشلا نقول لكم بارك الله فيكم وسمحوا لنا لقصرنا سمحوا لنا لقصرنا سمحوا لنا لقصرنا مي هذا واش قدرنا. هي ندامه دائما باسكو اشاك فوا نروح الولايه حتى من بعد بيقول لك والله كنا قادرين نديرو كنا قادرين نديرو كنا قادرين نديرو خير من هكذا. وي كنا قادرين نديرو خير من هكذا. مي 10 ايام باسكو انا هنايا نحس بروحي باللي قصرت في ولايه خنشلا قصرت ما عطيتهاش حقها. مي مش انا ما كنا نتكاتفوا كامل باش نخرجوا حاجه شابه وخرجنا حاجه شابه مي كنا قادرين نديروا خير من هك. دونك ناس خنشلا نقول لكم سمحوا لي هذا واش قدرت ندير. بالك خطره خلاف ان شاء الله جو سي با مي ديسي لا نقول لكم المشاهدين نقول لكم الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس التوقيت في نفس القناه. تحياتي سلام.